ندي عشان نعرف نفكر. مش ههدى مش ههدى الا لما تطلقها، فاهم ولا لا؟ واديني بقول لك يا ري هي في حياتك، سامع؟ عاجبك اللي بيحصل ده بابا؟ نصيحتي ليك يا ابني انك ما تسمعش كلام امك، وسير الايام تنسيها اللي بيحصل. مش هتنسى بابا، انا عارف ماما كويس، هتفضل تمرر في عيشتنا اكتر ما هي مرة. خير يا باشا؟ ايه الموضوع المهم اللي ساعتك عاوزني فيه؟ شوف يا محمد، انت زي ابني وانا فخور بيك، وانا واثق ان هيبقى لك مستقبل كبير قوي في الداخليه وسط زمايلك. بس في موضوع مهم قوي لازم تعرفه. ايه هو الموضوع يا باشا؟ انا مضطر افسخ الخطوبه اللي بينك وبريهام. ليه يا باشا؟ هو حصل مني حاجه لا سمح الله؟ بصراحه لا. طب ايه الداعي لفسخ الخطوبه؟ انت عارف انا مركزي حساس قد ايه بصفتي مسؤول، هي اسمي وسمعتي في الداخليه، ودخول حسام اخوك السجن في قضيه مخله بالشرف ده شيء يؤثر عليا سلبا وسط زميلي ورؤسائي في العمل. طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا. انا فاهم وجهه نظر سعادتك، بس انا وريهام بنحب بعض، ومتهيألي حاجه زي كده مش هتفرق معاها، لانها هتتجوزني انا مش حسام. بس تفرق معايا انا، لان انا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها. طيب ممكن اتكلم معاها؟ انا اسف، انت لا هتكلمها ولا هتقابلها، وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها. يعني ده قرار سعادتك النهائي؟ للاسف اه، وارجوك تقدر موقفي. انا عايزك تعتبرني في مقام والدك، اذا احتجت اي حاجه من الداخليه انا تحت امرك في اي وقت. مفهوم، عن اذن سعادتك. مع السلامه يا محمد. محمد، ليه يا بابا عملت كده؟ بابي عمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي. طب تخيلي كده لو كنت اتجوزتيه وبقى عندك منه اولاد، عمهم كان هيبقى ايه؟ رد سجون. فوقي بقى يا ريهام. بس ده ما كانش رايك من الاول يا حبيبتي. الاول كان مجرد قضيه، لكن دلوقتي خلاص خد حكم وبقى مذنب. طب ومحمد ذنبه ايه؟ ذنبه ان اخوه بقى رد سجون. الجواز ده نسب، هو على راي المثل حاسب قبل ما تناسب. بسم الله ما شاء الله، بطنك بدأت تبان يا شهندة. وإيه المشكلة يا ماما يعني؟ المشكلة إن جوزك ساهر ما يعرفش لحد دلوقتي. ومش هقوله يا ماما. وده ينفع يا شهندة؟ في واحدة في الدنيا تخبي على جوزها حاجة زي دي؟ ده حتى يبقى حرام. وهو مش حرام إنه يرميني كل الفترة دي وما يسألش فيا؟ اسألي أنت عليها. مش قادرة يا ماما، كتر الجفا يعلم القاسية. وذنبه ايه الغلبان اللي هيجي للدنيا دي وانتم متفرقين عن بعض؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ماما، واكبر دليل ان انا وابوه اخترنا بعض عن حب، وفي الاخر طلعنا بنخدع بعض. مش عارفه اخر الحكايه دي ايه. مش عارفه. كفايه بقى يا ماما كفايه. مين يا ماما؟ ايه دي؟ ورقة طلاقك. هو ده اللي انت كنت عايزاني اروح لصالحه؟ هقطع اخر شعره بيني وبينه. بس انا بقى هروح وهقول له الحقيقه. اوعي يا ماما تعملي كده، عشان لو عملتي كده مش هتشوفي وشي تاني. اوعي يا ماما ترخصيني، عشان انا مش رخيصه. ليه كده يا ساهر؟ ليه؟ قلت لك الارض من غير ظهر ملهاش عازه يا بنت اخويا. ما هو عشانك ده انا جيت اتحدث معاك يا عمي، عشان ما تكون لي ظهر وسند واعرف اخد حقي من علامه وولاده. بس كده غالي والطلب رخيص، لكن انا ايه مصلحتي من كده؟ اها، ما انت لو ساعدتني هساعدك.
عشان تعرف تاخد أرض منصور اللي انت حاطت عينك عليها. أو دي تبقي حكمة بنت أخوي وخايف على مصلحتي. طب وانت كمان يا عمي هتخاف على مصلحتي وتبقى سندي ولا ايه؟ مال دي المصلحة واحدة يا حكمة ما تخافيش. على عيني يا ابني، على عيني اللي حصل لك ده. مالك يا حسام ساكت ليه؟ هتكلم اقول ايه؟ تقول اي حاجه تطمنا بيها عليك. عايزه تطمني عليها يا شاهينده؟ مظلوم، مظلوم ومقهور، كل حاجه حلوه حلمت بيها اتبخرت فجاه، ماشي في نفق ضلمه ما فيهوش ولا سنه نور. معلش يا ابني اصبر اصبر، ده اختبار من الله. ويختبرني كده ليه يا ماما؟ يعاقبني كده ليه يا امي؟ اخد 3 سنين وبعدين النقد يترفض ومرمي بقالي اكتر من 6 شهور زي الكلب في السجن وانا اصلا بريء، والله العلي العظيم بريء يا امي. حبيبي ده مش عقاب، ده اختبار من ربنا، اختبار منه علشان يشوف قوه ايمانك وصبرك على البلاء اللي اداهولك. ويا بتقليني ليه يا ماما؟ ليه؟ ده انا على ايدك، ده انا تربيت، ده انا ابن بطنك يا ماما، طول عمري ماشي صح، عمري ما خالفت اوامرك. ليه؟ قولش كده يا حسام، اكيد ربنا ليه حكمه في ده. ايه يا بقى؟ تعرفيها؟ تقدري تقوليها لي يا شاهينده؟ ايه الحكمه ان مراتي واللي في بطنها يتذبحوا قدام عيني وما اعرفش اعمل حاجه؟ الحكمه بعد ما كان بيتضرب بيا المثل ادخل السجن بفضيحه، بفضيحه. يا ابني حبيبي اكبر دليل ان ربنا بيحبك انه ابتلاك سبحانه وتعالى، ابتلى الابنياء. انا مش نبي، انا مش نبي يا ام، انا عادي، انا انسان عادي، اقصى طموحي اني كنت اعيش عادي واموت عادي، ما تبهدلش البهدله دي. انا اسف، انا اسف ان انا لما اخليكم تفخروا بيا عريتكم وجرستكم في الدنيا كلها، اسف اني ما قدرتش ابقى ظاهر وسند ليكم. انا اسف على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما تقولش اسف على اي حاجه يا حسين، اللي انت فيه ده شده وهتزول ان شاء الله. اه والله شده وهتزول، وربنا ان شاء الله هيثبت براءتك وهيرد لك كرامتك. خد يا ابني خد المصحف ده اقرا فيه، والله هو اللي هيديك على كل حاجه. نعم بالله. ومحمد فين؟ ما جاش معاك ليه؟ محمد ما انت عارف شغله يا حسام، طول الوقت في مأموريات ومش فاضي. وبلغوه انه وحشني لسه اشوفه، خليه يزورني، وانتوا ما تجوش هنا تاني خالص. ليه ليه يا حبيبي تقول كده ليه؟ يا ماما المكان ده مش مقامكم، لو قصدوا حاجه تبلغوها لمحمد يجي يزورني يبلغها لي ويقضي الغرض. واسف مره تانيه يا شاهين، اني كنت السبب في طلاقك. مش انت السبب يا حسام، هو السبب، لانه مش عارف ياخد قرار لوحده وماشي ورا مامته طول الوقت. ما تشيلش هم يا حبيبي، ان شاء الله هيرجعوا لبعض، وخصوصا لما يعرف انها حامل. ولسه ما يعرفش انها حامل، خلاص على وش ولادي. قول لها يا ابني ما تشيلش هم يا حسام، خليك بس في الهموم اللي انت فيها. لو ما سمعتيش كلامي تبقي بتزودي همي بهمك، وبعدين انك تقولي سهل انك حامل وانكم ترجعوا لبعض. ان شاء الله يا حسام ان شاء الله. يلا ماما خدي شاهين وامشي من هنا. يلا اسمعي كلامي ما توجعيش قلبي، يلا قوم يلا يلا ماما يلا نور. خد امك يا شاهين يلا امشي. خلي بالك من نفسك. اللي ملهوش كبير بيشتري له كبير، ولا ايه يا علام؟ الكلام ده يصادق بيه لو ما كانش كبير وعندي قوه يعرف يحمي بيها نفسه. حتى الكبير فيه دايما الاكبر منه واللي بيتقوى بيه. تقصديها صادق بيه؟ قصدي ان المصالح بتتصالح، وعيب ان الكبار يعضوا في بعضيهم. معاش ولا كان اللي يخلينا نعض في بعض. عين العقل زي ما انت خابر، منصور اخوك الكبير الله يرحمه كان شريكي، كان في بينا مصلحة واحدة. خابر كنت أتمنى أبقى شريككم الثالث،
بس انت عارف اخوي منصور كانت دماغه ناشفة ولا يحبش الا نفسه. جات لك على الطبطابه تحل محله وبدل الشراكه ما تبقى متالته تبقى بناتنا احنا التنين. على خيره الله، طالما الخير هيعم على الكل يبقى اتفقنا. بس انا ليه عندك طلب مش هيتم اتفاقنا الا بيه. طلب ايه؟ ترفع يدك عن ايجار ارض منصور واولاده. ما تاخذنيش يا صادق بيه، دي امور عائليه وما يصحش اتدخل فيها. نسيتوا ان احنا بقينا عيلة واحدة، وحكمة بنت اخوي متجوزة دياب وحبلك. يا صادق بيه، دي امور بين البطاطشة وبعضهم ومحدش ليه صالح فيها وصل. عقل ولادك يا علام، وفهمهم ان اللي عاوز حاجة لازم يسيب قصادها حاجة. وحكمة اللي جاي في عرق الطراشنة مش خالص للبطاطشة وبس. وايه المطلوب دلوقتي؟ ضد الورثة حقهم في إيجار الأرض المتأخر والجديد، وتلتزموا بالمواعيد. ولو ما نفذناش الشرط ده يا بيه تبقوا عاوزين تزغيروني، ويا ويل اللي يستجري وينزل كلمة الأرض. كلمتك لمين؟ لحكمة بنت أخوي. شكل حكمة هي اللي اشتكت لك يا صادق بيه. أيوة اشتكت لي. عندك مانع؟ لا لا يا كبير، أنت عمها وكبيرها، وعدك ليها على راسنا من فوق. عين العقل، عين العقل يا كبير. يبقى اتفقنا وكده الشراكة بيننا تدوم. ان شاء الله اللي جاي خير. ان شاء الله يا سيادة النايب، واحلى لينا بركة اللي انت. محمد، كده برضو يا محمد هتجيش تزور اخوك معانا؟ وانا زيارتك كانت هتفيده بايه؟ حرام عليك يا محمد، ده حسام كان هيتجنن ويشوفك. كفايه اللي حصل لي من تحت راسه يا شهند. ولا لا قوة إلا بالله، إيه اللي بسمعه ده؟ عيب اللي أنت بتقوله ده، ما يصحش كده. ما يصحش ليه؟ مش حسام ده السبب في فسخ خطوبتي على ريهام؟ كل شيء اسمه ونصيب يا ابني، ومحدش عارف الخير فين. وحسام ذنبه إيه في اللي حصل لك؟ ذنبه إن سمعته زفت. اخرس! أوعى أسمعك تتكلم على أخوك بالطريقة دي، أوعى! أخوك ده أشرف راجل في الدنيا. أنا عارف يا ماما، أنا عارف. إحنا بس اللي نعرف كده، الناس ما تعرفش. حقك علي أنا آسف. أنا زعلانة منك، أنا صعبان عليا إنك تتكلم على أخوك الكبير بالشكل ده. أصلكم ما شفتوش أبو ريهام كان بيكلمني إزاي؟ ما شفتنيش وأنا واقف في نص قدامي قدامه ومش عارف أدافع عن نفسي. طب وأنا ليه ما عملت إزاي؟ وحملته نتيجة اللي حصل لي مع ساهر ومامته. مهما حصل ما تتكلمش على أخوك كده، أوعى تقول عليه كده، أوعى. محمد روح زوره يا محمد، وشيل الأفكار اللي في دماغك دي. حسام أخونا الكبير اللي ملناش غيره، ولا نسيت؟ حزور يا شاهد. قاعد لوحدك على طول من ساعة ما جيت، وما بتتكلمش مع حد خالص، ما بتخرجش فسحة، ما بتاكلش. كلمنا والله، احنا ناس كويسين ومحترمين والله، اتكلم معانا يعني. ايه يا اكسلانس؟ خف السجاير شوية يا اخي. طب كل لقمة، انت قاعد على طول كده ولا بتاكل وعمال تحرق في سجاير؟ صحتك يا اخي. دي سمو يا مومبي. الله يخرب بيتك،
ايه شايفني؟ اشوفك ازاي بعد ما خدت النضاره اللي بشوف بيها؟ طب يلا حليت انت وهو، قوموا اقعدوا بعيد. عايز اتكلم لوحدي مع حضره الظابط. انت مش فاكرني يا حضره الظابط ولا ايه؟ لعله. طبعا هتفتكر مين ولا مين، بس انا بقى فاكرك كويس قوي. عارف ليه؟ لانك كنت سبب في انك تعيكش في اول مره في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضره الظابط حسام الهلالي. اسمك ما نساوش ابدا الا بالحق. انت وصلت لرتبة ايه لما جابوك هنا؟ لما عرفوا انك وسخ؟ هقطع لسانك. رحمة ابويا في تربته، هقطع لسانك. ماشي ماشي ماشي. الأكل ده بتاعي ومش هتاكله. من امتى؟ ما انا بقالي شهور باكل منه وقت ما يجيلي مزاج. ايه الجديد؟ الجديد ان ماليش مزاج اسيبك تاكله. جعان ليا نفسي اكل. وصلت؟ ايه رايك بقى يا حضرة الظابط ان انا هاكل الطبق ده؟ طب ايه رايك بقى لعله انك مش هتاكله؟ ده نصيبك يا نايف. تسلمي لي يا غالية. وده نصيبك يا نجيبي. انت بتسويني بيهم يا حكمة. وبعدين فين حساب منصور الصغير؟ لو دققتي في الفلوس اللي في يدك هتلاقيني مديات لحاجك تالت ومتلت. وش معنى انت توزع الايجار؟ لان هي اللي تشمللت وجبته يا معدولة. ها ابويا الذهب خاطره يا معهوده. لا غصب عني، مجبور يعني. ابويا انا مجبور؟ ايه، عمي صادق بيحفظ القاعده على دماغه لحد ما خلاه يدفع الايجار غصب عني. ربنا يخليكي لينا يا حكمه، تعيشي يا مرت اخويا اصيله. جت منك يا غاليه وما جاتش من القريب. كله بيعمل باصله. قصدك ايه؟ جرى يا مره، وانا كلمتك ولا انت اللي على راسك باطحه؟ جرى ايه يا نجيبة؟ ما تسيبينا نفرحوا شوية. مش كفاية نكدتوا علينا انتي وابوك واخواتك قبل سابق؟ الهي ما يرجعش ايام. ربنا يخليك لينا يا صادق بيه. لو مش لادد عليكي خش اوضتك يا نجيبة وسيبينا نفرحوا شوية. واه 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 واه، كلكم بقيتوا رباطية علي. ماشي ان شاء الله مش هتلحق تفرح يا بنت الطراشنة. أني طالع. انا طالعه اوضتي. واه ما انت قاعده معانا. ها لسه بدري. تعبانه وعايزه اريح جدتي شويه. عن اذنكم. اذنك معاكي يا حبيبتي. تصبحوا على خير. وانتي من اهل الخير. عيني عليك يا نجيبه. جلجت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. راحت عليكي يا نجيبه يا ام الواد. بكره ودي دياب وحكمه ياجي ويجش الكل.